اذا كانوا بحالنا ما خصهمش يخافوا من حتى شي واحد سيتو، الا كان واحد التخوف راه ما دير والو. حنا جو كواك سي لا بويسونس ديال المغرب في 86 هي ما كاينش تخوف، اللي قد بحالنا بحالهم 50 50 يفو فوالا لا كوب دي مون. الفوتبول سي ان جو بعدا هو خص واحد يقول راه، ولكن كاين واحد العمل وكاين واحد العمل لا بريباراسيون لي ماتش اميكو كنتمنى من الله بان غوران غايسيي دو فيغ لا ميور ايكيب بوسيبل ونكونوا في لو جور جي لي ميور كو لي زوطر. لي ميور كو لي زوطر سي دو كوا دو باسي لو برومي تور. دزنا حنايا 98 قربوا يدوزوه بليكيب لاكشتي، وتنتمنى من الله بيان سور لو 2018 المغربي يمشي فوالا اون كاليفيكاسيون لو بلو لوان. ممتاز بصراحه، فكرني فكرني شوف نقول لك واحد الكلمه بكل صراحه، الشيء المغربي اللي مشاش الدمي فينال غادي يمكن غادي يمشي الدمي فينال، يمكن يوصل الفينال، الا مشى الدومين فينال غادي يدير الفينال. عقل ما قلت لك، وكنتنبأ كنشوف يعني وعقل في ايام الله طويله ان المغرب غادي يكون في الدومين فينال بعد على الاقل. الله العظيم شوف حنا تنتفائلوا الحمد لله، لانه رجعت الفرحه، رجعت الفرحه للقلوب بهذا التاهيل هذا. غير التاهيل في حد ذاته راه ماشي سهل، ولكن الحمد لله حنا امنا في الله سبحانه الله هو، وهذه الكره راه منفوخه بالبرد. ان شاء الله المغاربه غادي يدخلوا طان 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 طان، يجيب لنا الله الماتش الاول الماتش الثاني، ندخلوا معاهم ان شاء الله ربع فينال دومي فينال، ورحنا في الفينال، وحنا جايبين حنا جايبين حنا جايبين الكاس ديالنا يا اخويا بوريقي. ان شاء الله ان شاء الله جايبين جايبين ان شاء الله الكاس، جايبين الكاس ان شاء الله بين اسبانيا والبرتغال. الله يحفظك صافي، خليك مراد خليك انت جيتي سخون صاحبي، جاي معك الكاس لبستوني ديال المنتخب صافي كتولي سخون. وانا غادي نقول لك نقدموا كلنا المغاربة خويا بوريقي انت هذه ديالنا ديالنا الكل. تحيه للمنتخب الوطني المغربي اللي كيمثلنا تمام، وتحيه للشعب المغربي اللي كنطلبوا منه من هذا المنبر ديالكم يدعم المنتخب الوطني ويتفائلوا خير ان شاء الله. حيت انا كنسمع بعض المرات في يعني في الازقه وفي القهوه كيقولوا المغرب لا طاح في مجموعه صعيبه، بالعكس الكره هذه ان شاء الله. انا قلت لهم اخويا بوريقي واحد الكلمه، قلت لهم شوف غادي ندخلوا ان شاء الله الكره منفوخه بالبرد، وندير لهم ديك القضيه ديال طق 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 طق. دزنا الماتش الاول الماتش الثاني، رحنا في الربع فينا، رحنا في الدومي فينا ان شاء الله، رحنا في الفينال ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كنتمنوا كل خير ان شاء الله للمنتخب الوطني بالدعم ديال الجمهور طبعا ان شاء الله يا ربي. انا نقول لك هذيك كيف تنقولوا حنا في الدرب، هي ديما كره هي جلده ومنفوخه بالبرد، فهمتي؟ راه بعض الخطرات كتكون باقي تعقل على الماتش ديال السنغال مع فرنسا، في الدقه الاولى السنغال ربحوا فرنسا، اش قال لهم الرئيس السنغالي؟ قال لهم دابا السنغال هما لو شامبيون دي موند باسكو لا باتي لو شامبيون دي موند. يعني حنا انا تنقول لك النتيجه كيف ما كانت المغرب المشاركه ديالو هي المهمه، وحنا معاه المغاربه ما حنا ما منتظرش غناخذوا كاس العالم هذا، الا كنتمناو كما اي فنان كيتمنى ياخذ الاوسكار واحد النهار وممكن، ولكن حنا كنتمناو ان المغاربه يمشيو ناشطين ويحاولوا يديروا مجهودهم ويخدموا، اي المهم يلعبوا مزيان، هذا هو المهم، وحنا راه معاهم مشجعينهم. ربحوا ما ربحوش هذه كره، ولكن المشاركه ونشوفوا الرايه ديال المغرب هي حاضره مع باقي الدول كاينه، هذاك هو الربح ديالنا الاول بعدا. فاحنا حنا متفاهمين النتيجه ماشي هي المهمه، يعني نتمنى من الله اننا ولو ندوزو غير لو ان كارت فينال ولا حتى حنا في جروب واعر شويه، راه اسبانيا والبرتغال راه ماشي ساهلين، ولكن المغاربه تنظن ان عندهم، وحنا غندعو نعاونهم بالدعوات بطبيعه الحال وبالتشجيعات ونصفقوا لهم ونشطوا. المهم هو المغاربه ينشطوا، الشيء راه اجمل ما كاين في هذه الكره وخصوصا في المباريات العالميه، هو كتشوف المغاربه ناشطين ومتحدين وكلهم معانقين وفرحانين وهازين الرايه ديال المغرب، هذه هي الروح ديال الوطنيه اللي بغيناها تبقى مزروعه فينا، وما يهمش النتيجه، المهم نفرحوا. انا تنعقل نهار لعبنا كونتر تونس ودخلنا في يام التازي الزكي وجينا خاسرين، ولكن درنا عيد، المغاربه فرحانين علاش؟ لانهم بقوا الفينال وداروا مجهود. فاللي كنقول لاخواني الابطال والاسود المغاربه، سيروا على بركه الله، ما تخموش في النتيجه، خموا انكم تجتهدوا تلعبوا في الرجونه وهزوا الرايه ديال المغرب، هذا الشيء اللي ممكن نقول.